مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحلقة جديدة من أحياء في الذاكرة. مشاهدينا اليوم مع أسرة الشهيد علي جابر، والذي استشهد يوم 14 من أغسطس، تحديدا اليوم الذي فضت فيه اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر. لكن لم يقتل علي في رابعة أو النهضة، ولكن استشهد أمام ديوان عام محافظة البحيرة، كان أثناء احتجاج أهالي المحافظة على فض اعتصام رابعة والنهضة. دعوني أرحب بأسرته وأبدأ بالحديث. حج جابر جوهر، والد الشهيد علي جابر، اهلا بك يا حج معنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حج جابر، ربنا يبارك فيك وعظم الله اجرك ان شاء الله. الله يكرمك. انا الحقيقه اجد صعوبه في الاستماع للصوت، لكن يا حج جابر ابتداء، كيف استشهد ابنك الاستاذ علي جابر رحمه الله عليه؟ طيب، يعني في صعوبه في الاستماع في لصوت الحاج علي جابر، الحاج جابر، فانتقل الى والده الشهيد علي جابر الحاجه ام علي. اهلا بيك يا حاجه. اهلا بيك يا ابني. ازي حضرتك يا حاجه؟ ربنا يبارك فيكي، عظم الله اجرك وكان الله في عونك ان شاء الله. انا كنت بسال الحاج جابر دلوقتي عن كيف استشهد ابن حضرتك علي، احكي لي ملابس، عرفتي بالخبر ازاي يعني؟ ابن حضرتي والله هو كان يعني مكافئ في دنيته وفي اخرته. علي كان شاب يعني ما نقولكش، يعني كان اخلاق وادب وعارف ربنا وتعليم الازهر، خريج من الازهر برضه. كان في كليه الازهر. ده أكبر أولادك يا حاجة ولا في أكبر منه؟ كان أصغر أولادي. كان أصغرهم. يعني أنا كان معايا ثلاث بنات وولدين. كان هو الصغير فوق البنات، ومعايا محمد الكبير. ربنا يخلي يعني يخلي لك البقية إن شاء الله، يحفظهم لك. هو الصغير خالص. الصغير، عرفتي إزاي بخبر موته يا حاجة؟ والله هو الصبح قمنا من النوم، يعني الفجر لقيت نظام صلي الفجر وقعد فتحت التلفزيون. قلت له قال ده بيفضوا رابعه في ضرب. وبعدين قلت له امال علي فين؟ قال لي علي جاي. وفي اليوم ده بعدين قلت له يعني هو جوه؟ قال لي ايه. شويه وقمت انا صليت شويه، لقيت جدع زميله بينادي يا علي، عدوا من قدامي وانا مصلي كده في الصاله، فتح لي زميله ودخل. وقعدوا مع بعض، كان بيصلح له حاجه في النت بتاعه يعني. تمام. انا قلت بقى مش هيروح فين؟ نزل، انا طلعت نجد حاجات من السوق وجيت، مشيت حوالي الساعه 8 ونص كده، جيت ما لبستهوش. قلت لباباه مالي فين؟ قال لي علي لبس ومشى راح ايه لحد ايه المستشفى. هو كان مندوب في شركه اسكندريه، يعني كان في الدراسه وكان مندوب في شركه في اسكندريه، شركه اجهزه طبيه. تمام. قلت له بتخليه يمشي ليه؟ قال لي ده رايح شغله. قال نعم. طبعا بابا ايه اتصل بيه بعديها بشويه، رد عليه قال له انا يا بابا ايه ما لقيت كده. انا قاعده بقى كده بصيت لقيت نفسي يعني اتخنقت وعيطت. الساعة اللي هو استشهد فيها، الثانية اللي استشهد فيها، قلت له رن على علي شوفه. رن، ما حدش الموبايل بتاعه عند الخط خلص يعني. راح شحن الموبايل وجه، قلت له اتصل بعلي شوفه لي، ده انا قلبي بياكلنا عليه. بعدين قال لي طيب. هو لسه هيتصل، لقى ابنه باين اتصل رن عليه، قال له علي رن اهو. قال له الو؟ قال له مين؟ قال له انت زميل علي. طب وفين علي؟ ما ردش عليك ليه؟ قال له علي مصاب يا حاج، تعالى ايه مستشفى صالح في ارض ايمون عند المحافظ، احنا ايه ودينا هناك. طبعا والده طلع يجري، واني تبعت نجري انا ومرات عمه،
كل ما نقول له تاكسي وقف يعني نحوله تاكسي ايه مش راضي ايه يقول لي يا ست ايه عند المحافظه ممنوع عند المحافظه ممنوع. رحت وصلت واحد ركبنا وبرضه وصلنا رحنا له رحت لقيته مستشفي ووالده واقف واخوه كلهم واقفين. رحمة الله عليه يا حاج. وروهولي وروهولي ما طبعا ما رضوش يدخلوني. شوية ولبس زملاته طلعتيه حطيه في عربية نايم زي البدر المنور بدر كان بدر عادي والله كان بدر. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي أذاه وأذى اللي زيه اللي أذاه وأذى اللي زيه. انت عرفتي يا حاج كان عرفتي مين اللي قتله يعني؟ كان شاب محترم وعارف ربنا وبيصلي وصاحب يعني زملاته كلك حلوين محترمين زيه ما بيمشيش ولا مع ده ولا مع يعني محترمين ماشي مع الشباب الحلو اللي زيه ولا سجارة ولا شاي حتى الشاي ما كانش بيشربه والله الشاي ما كان بيشربه إيه ولا سجاي. كنت اخر كلام ما بينك وما بين علي يا حاجه كان ايه؟ كان امتى تحديدا؟ نعم اخر كلام يعني اخر حوار دار ما بينك وما بين ابنك علي رحمه الله عليه كان امتى وايه اللي دار ما بينكم يعني؟ كنا يوم الاثنين اخواتي كانوا بيجوا لي بيتجمعوا عندي كل نهار خميس اخواتي متجوزين كلك هو اللي كان لسه اخن خاطر وودى بشقته يعني يوم الاثنين ده هو الجمع يوم الجمع اخواتي يوم عندي قالوا لي علي كان لسه عيدت علينا في العيد ليه؟ قال لهم انا مش انا مش 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 اتصلت بكم اول يوم رمضان وقلت لكم كل سنه وانتم طيبين كفايه دي. وبعدين قالوا لي لا انت المفروض تيجي لنا برضه في العيد يا علي. قال لهم ايه ربنا يسهل والله كان شهر رمضان ده كله إيه هو كان يعني كان على وشك ان هو يتجوز يا حاجه؟ ايوه كان ده بيودى ده شجوده واقفه على جاب السيراميك وكان هيلزقه يعني يوم الثلاث كان جايب واحد زميله بيعمل له نبشات في السقوفات وكده. يعني كان بيحضر بقى يعني قال انا هشطب الشقه يا ماما وبعد كده نكتبها بقى ايه نجيب العفش. كان ناوي عايز يكتب كتابه في العيد بعيد الكبير. طيب كان الله في العون. كان الله في عونك وعظم الله اجرك يا حاجه. انا بس عايز اتكلم سريعا مش عارف والد الوالد صديق. طيب اروح للاستاذ محمد عوض وهو صديق الشهيد علي جابر. يعني اخ محمد مش عارف انت يعني كنت معاه اثناء يعني عندما تم اطلاق الرصاص عليه وعندما قتل ام لا؟ يعني عارف ملابسات مقتلي اخ محمد ام لا؟ والله انا كنت حضرتك انا كنت في ساعتها في رابعه. كنت انت موجود في رابعه؟ وجالي الخبر هناك في رابعه. طيب كلمني عموما بقى بشكل عام عن علي جابر يعني. والله هو علي على المستوى الشخصي يعني هو كان هو يعني اكتر واحد بيجمعنا واكتر واحد بيحسنا على الخير وهو اللي كان بياخد بايدينا في اوقات المحن علي كان دايما نصايحه حاضره لينا يعني هو اللي كان بيثبتنا ببعض الايات بيثبتنا ببعض المواقف من السيره وكان نعم الاخ يعني كان بعيد جدا على الخير وكان هو اللي كان بيودينا للخير بكلامه وبنصايحه الله يرحمه يعني كان مثل الاخ ومثل الصديق اللي ما يتعوضش يعني. نعم أخ محمد يعني سامحني على ضيق الوقت فأنا أحاول أعود للحاج جابر والد الحاج والد علي جابر لعلي الصوت يكون أفضل. حاج جابر أنت سامعني كويس؟ نعم واضح إن ما زال في مشكلة مع الحاج جابر في التواصل معه فسامحونا يعني عفوا حاج جابر. طب أكلم الحاجة بعد إذنك مرة تانية. حاج أم علي بتحملي مين مسؤولية قتل ابنك وإسالة دمه بهذا الشكل يا أم علي؟ بنحمل ان اللي هم الخان مين يا حاجه؟ الخاينين. اللي هم مين يعني يا حاجه؟ اللي هم مين؟ السيسي
السيسي واللي عملوا معاه السيسي واللي فوضوه. حسبنا الله ونعم الوكيل. انت يا حاجه موجوده دلوقتي على الهواء، لو انت عايزه توجهي رساله مثلا للسيسي بدل بتحمليه المسؤوليه تقولي له ايه؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، اللي اذى ابني واللي اذى اللي زي ابني. رحمه الله. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي اذيني. مفتقد علي طبعا يا حاجه. نعم علي. علي ده كان شاب، ده كان في الكلية كان بيدري وبيكافئ في دنيته وفي الأخ. كان هو مكافح على كل حاجة، يعني كان يجي من الشركة كان لو في شغلة تانية يروح. كان شاب يعني طموح وعارف ربنا ومصلي، يعني مش ما نقولكش يعني في رمضان كان ساعات راح جاب جميل، وكان يوم المنصة انضرب في المنصة هو اللي راح جاب جميل وجيبني، وليلة العيد راح قضى أول يوم ليلة العيد هناك وأول يوم العيد هناك ربعة. مفيش يعني كان أخلاق حلو مش وحش، كان عايز البلد تبقى طوبك حلو، كان بيحب الخير لكل من كان. كان يعمل يعني الخير، ما عرفناش الخير هو بيعمله ده الا بعد ما استشهد والله. لو كنت عارفه يا حاجه ان هو كان بينزل المظاهرات وكده كنت ممكن تمنعيه؟ الذكور كان شغل يعني واخد وقته، عشان ده كان في كل بقى في كل يوم في بلد شغلته، كان يقابل الدكاتره عشان كان مندوب اجهزه طبيه، يعني كل يوم كان في بلد. شكرا جزيلا يا حاجه، وانا اسف ان ضيق الوقت لم يعطينا فرصه ان احنا نتحاور معاكي اكثر من ذلك، وللاسف كان في مشكله في تليفون الحاج جابر فايضا وجدنا صعوبه في التواصل. على اي حال اشكركم شكرا جزيلا، اشكر اسره علي جابر الذي استشهد في تظاهره امام محافظه البحيره للتنديد بمجزرتي رابعه العدويه نهضه مصر. معكم مشاهدينا كل يوم وأحيا في الذاكرة، في أمان الله.